بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، موضوعنا اليوم هو استكمالا لموضوع الفيديو الأول والذي تحدثنا به عن هل قرحة المعدة خطيرة وما هي الأطعمة المناسبة لمريض القرحة المعدية والأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لمريض القرحة المعدية وبعض النصائح العامة. في هذا الفيديو سنتحدث عن مضاعفات قرحة المعدة وهل يمكن الوقاية من القرحة. بعد أن تعرفنا على جواب السؤال الأول، هل قرحة المعدة خطيرة في الفيديو السابق، علينا التعرف الآن على المضاعفات التي من الممكن أن تنشأ بسبب قرحة المعدة، ومن هذه المضاعفات نذكر أولا النزيف. قد تتسبب قرحة المعدة باستهلاك الجدار الداخلي للمعدة، مما يؤدي إلى تكسر الأوعية الدموية وظهور النزيف الذي يسبب فقدان كميات كبيرة من الدم، ومن الممكن أن يكون النزيف خفيفا أو خطيرا. ومن الأعراض المصاحبة للنزيف نذكر الألم في الجزء العلوي من البطن والشعور بالغثيان واستفراغ مادة شبيهة بالقهوة، أيضا خروج البراز بلون داكن، أيضا الدوار وفقدان الوعي. هذا أولا النزيف. ثانيا ثقب المعدة. من المضاعفات التي تنتج عن قرحة المعدة هو ظهور ثقب في الجدار الداخلي للمعدة، يعمل على خلق بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وحدوث الالتهاب، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الصفاق. ومن الأعراض المصاحبة للثقب نذكر الشعور بألم مفاجئ وحاد في البطن، تسارع نبضات القلب، انخفاض ضغط الدم واحتباس البول. أيضا من المضاعفات ثالثا انسداد المعدة. قد ينتج انسداد المعدة بسبب تورم قرحة المعدة ووجود الندبات في الجدار الداخلي للمعدة، مما يمنع مرور الطعام بشكل طبيعي وخروجه من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. ومن الأعراض المرافقة لانسداد المعدة نذكر الاستفراغ المستمر بكميات كبيرة مع احتواء الاستفراغ على جزء من طعام غير مهضوم، أيضا الشعور المستمر بالنفخة أو امتلاء البطن وخسارة الوزن بشكل غير طبيعي. أيضا من المضاعفات رابعا سرطان المعدة. قد ينتج سرطان المعدة أحيانا كشكل من أشكال مضاعفات قرحة المعدة، حيث أن مصابي قرحة المعدة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بما يقارب 8 أضعاف عن غيرهم من غير المصابين بقرحة المعدة. ومن الأعراض المرافقة لسرطان المعدة الناتج عن القرحة نذكر وجود ألم شديد في المعدة لا يختفي بالرغم من استخدام المسكنات، أيضا عدم القدرة على بلع الطعام وخروج البراز بلون داكن. والسؤال، هل يمكن الوقاية من القرحة أو قرحة المعدة؟ طبعا بعد أن تعرفنا على إجابة هل قرحة المعدة خطيرة، علينا معرفة أنه من الممكن الوقاية من الإصابة بقرحة المعدة ومضاعفاتها عن طريق اتباع بعض النصائح، ومن هذه النصائح نذكر في حال تشخيص الإصابة ببكتيريا الملوية البوابية يجب التقيد بتعليمات الطبيب حول استخدام المضادات الحيوية واستشارة الطبيب في حالة الحاجة إلى استخدام مضادات الالتهاب غير استرويدية لمعرفة أقل جرعة فعالة وآمنة يمكن استخدامها. أيضا الحرص على استهلاك مضادات الالتهاب غير استرويدية مع الوجبات. أيضا غسل اليدين بشكل صحيح قبل تناول الطعام وبعده. أيضا تناول الوجبات المطبوخة بشكل كامل وتجنب الأطعمة النيئة أو غير النظيفة. أيضا الإقلاع عن التدخين. أيضا تناول غذاء صحي ومتوازن يحتوي على كميات كافية من الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة. أيضا زيادة النشاط البدني والقيام بالتمارين الرياضية بشكل منتظم. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا. بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، لا تدعها تتوقف عندك، شاركها ولك الأجر والثواب. دمتم في حفظ الله ورعايته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.